مساء الخير. زي ما تعودنا في بداية كل حلقة دايما بيكون في سؤال، وسؤال اليوم من وجهة نظرك كأحد مشجعي النادي الأهلي، مين الأحسن أنه يمثل النادي الأهلي في رابطة الأندية؟ هل كابتن عماد متعب وهو المرشح بقوة والاسم المطروح حاليا وكل الناس بتقول لك هو الأقرب هو عماد متعب، هل شايفين أن عماد متعب هو الرجل المناسب للمنصب ده، ولا الافضل يكون في حد عنده خبرات كبيره ويكون اكبر شويه في السن؟ مستنيه اعرف رايكم في الكومنتس. طيب بدايه كده بنبارك للايقونه المصريه الواجهه المشرفه العظيمه محمد صلاح، يسجل الهدف 100 في الدوري الانجليزي. دائما وابدا محمد صلاح فخر المصريين بل وفخر العرب، اللي بيشرف مصر وبيشرف كل العرب، نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله. طيب طلع علينا اتحاد الكرة فجأة بحدوتة كده، يعني حدوتة بتخوف فعلا، يعني حدوتة غريبة، بيقول لك اتحاد الكرة يرفض اعتماد قائمة المصري والزمالك نظرا لكثرة المديونيات. طيب هيعملوا ايه دلوقتي الزملكاوية؟ يعني اخواننا الزملكاوية لازم احنا نفكر معاهم، يعني احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هل يا ترى اخواننا الزملكاوية هيبيعوا حلقة الحاجة زينب، ولا زي ما قلت لكم من كام فيديو كده هيحطوا درع الدوري والساعة ب5 جنيه والحسابة بتحسب الصورة ب5 جنيه والفيديو ب10 جنيه، ولا هيعملوا ايه يا ترى؟ بعيدا عن الضحك والكوميديا، السؤال الاهم هو مش نفس الاتحاد ده هو نفسه اللي بعت القايمة اللي فيها نادي الزمالك والنادي الاهلي، بعت القايمة الافريقية للاتحاد؟ هل هم لما بعتوا القايمة دي كانوش عارفين ان نادي الزمالك عليه مديونيات؟ يا ترى ايه المقصود؟ يعني فكروا كده معايا، ايه المقصود؟ اتحاد الكورة عارف ان لما بيبقى فيه اندية مشاركة عليها مديونيات مش بس بيتم اقصاء النادي ده، بيتم اقصاء كل الاندية المشاركة تبع الاتحاد الجميل ده. فهل الموضوع ده معمول في تعمد؟ كده كده نادي الزمالك دايما بيطلع من دوري المجموعات يعني بيكملش، فمش فارقة معايا. فهل الموضوع ده متعمد لاقصاء النادي الاهلي من دوري ابطال افريقيا؟ انا مش عارفه ايه الموضوع، وفعلا ربنا يستر من اللي جاي، لان الاتحاد ده بجد والله العظيم انا ما بقتش فاهمه هيودي النادي الاهلي على فين. يعني خبر تاني برضو غريب جدا بالنسبه لي طلع، وللاسف تناقلته جماهير كتير من جمهور النادي الاهلي. طلع خبر علينا عجيب جدا بيقول لك ان كابتن بيبو الخطيب رفض مصافحه كابتن لبيب في عقب انتهاء مباراه السوبر الافريقي بين الاهلي والزمالك، وانقسموا لشقين، شق يعني جانبين. واحد بيقول لك انا اهلاوي وطبيعي جدا انا لازم ارفض 100% ان كابتن بيبو يسلم عليه، لان هم عندهم تجاوزات وتطولات ومش عارف ايه. والناحيه الثانيه الفريق الاخر مشجعي نادي الزمالك قال لك لا طبعا ما يصحش وعيب، والنادي وكابتن لبيب ده قامه وقيمه وما ينفعش ان ده يصدر من كابتن بيبو الخطيب. وانا بقى بقول لك، وطبعا ناس كتيره اتكلمت في نفس الموضوع، قصه ان كابتن بيبو ما كانش موجود اصلا في الاحتفاليه وكان خارج البلاد. رايي في الموضوع بقى بعيدا عن هو كان، يعني انتوا مش شايفين ان هو كان لو كان موجود كان يسلم او ما يسلمش. يا جماعه ارجوكم خلوا بالكم، ما تنسقوش ورا الحملات دي الفترة دي، الفترة دي كلها حملات منظمة وممنهجة، يعني كل اللي بيحصل ده منظم جدا لإسقاط كابتن بيبو. يا جماعة ركزوا بالله عليكم، يا أهلوية يا اللي بتحبوا النادي الأهلي، كل دي عشان تشويه صورة كابتن بيبو، فبلاش نقعد نطلع في إشاعات وفي أخبار ونصدق عليها. هم بيطلعوا إشاعات وإحنا بنأمن عليها، يعني هم قالوا كذا كذبة كتبوها وإحنا صدقناها وروجناها. فخلوا بالكم قوي الفترة الجاية ان اي حاجة تتقال لازم تبقوا واثقين 1000000% من صحة الخبر قبل ما تقول رأيك، سواء انت مؤيد او معارض. قبل ما نتكلم عن موضوع الساعة، موضوع اصابة تاو وموضوع مشكلة اجاييه وحوار الفيفا والكلام ده كله، جالي سؤال بيسألوني عن كريم حسن شحاتة وفكرة متابعة كريم حسن شحاتة. انا من وجهة نظري يعني اللي مش مهمة خالص، انا بالنسبه لي انا ما اتفرجش على قناه الحياه وما اتفرجش على القنوات دي كلها، يعني مقاطعه مع كل القنوات مش مع كريم حسن شحاته في حد ذاته. ولكن كريم حسن شحاته محاور جيد وبيتكلم باسلوب رائع وشخصيه مهذبه، وانا مش شايفه ان هو يعني شخصيه ما ينفعش ان احنا نتفرج عليها او ما ينفعش نتابعها. هو الى حد كبير جدا هو انسان حيادي الى ان يثبت العكس. طيب
نيجي بقى لاخبار النادي الاهلي. بكره النادي الاهلي ان شاء الله هيلعب مباراته الوديه مع بتروجيت في تمام الساعه 5، وتم تاجيل الاحتفاليه بالعشرة الى يوم الثلاث الساعه 8 في ملعب التتش دون حضور جماهيري. اعتقد ان الموضوع هيبقى اللعيبه وممكن يكون اسر اللعيبه فقط، مش هيكون في دخول للجمهور. نتمنى يا رب قريب جدا ان هم يفتحوا المدرجات ونكون موجودين مع اللعيبه زي زمان. طيب، في خبر نقلا عن باشمهندس عامر العميرة، انا مش متابعة بصراحة قوي للموضوع، ولكن كخبر استوقفني حسيت بالخزي والعار. كأس العالم لكرة الصالات في ليتوانيا 2021، منتخب روسيا يهزم منتخب مصر 9-0 في عهد ابو ريدة ومجاهد. كل الخزي والعار رقم، والله العظيم يعني فعلا حاجة تكسف وحاجة تعر، وأنا مش عارفة الناس دي موجودة وهتفضل قاعدة كده على قلبنا لحد إمتى. يعني حاجة قمة العار والفشل الإنساني، حاجة تحزن. حبيت أنقل لكم الخبر ده. طيب، مجدي عبد الغني اللي أنا برضو من الناس اللي ما بحبش أسمع آراها ولا أتفرج عليها، بس أحيانا كده بيبقى ليه شطحات كده فوق الخيال، طالع يقول إيه على موضوع تاو. بيقول لك حرام عليكم الفلوس اللي انتوا بتصرفوها دي، والله الفلوس دي حرام والملايين دي كلها حرام، كنتوا تبرعوا بيها لمبادره حياه كريمه. عارف الناس اللي بتصفي معاها العكره؟ روح يا عم انت اتبرع اللي انت عايز تتبرع بيه، وحط لسانك جوه بقك، وبجد كفايه تطاول. والكائن ده انا شايفه ان ما ينفعش اي منفذ يفتح له الباب، يعني لا اعلام مرئي ولا اعلام مسموع ولا سوشيال ميديا ولا اي حاجه، لان بجد البني ادم ده عدى ليفل الوقاحه يعني بمراحل فعلا، والله مش مصدق. قصه تاو والبالونه الكبيره اللي اتعملت عليها والقلق، وكل انا شفت القنوات كلها على اليوتيوب وعلى فيسبوك والناس بتتكلم عن الموضوع كان مثلا حصل، يعني زي ما مجدي كده قال لك الفلوس بتاعتكم حرام. اللي قال لك ان هو كان جاي مصاب من الاساس، واللي قال انه لا ده اتصف في ملعب التمرينه وقعد يستشهد بفيديوز. حوار كله يا جماعه اول عن اخر، انا مش تناوله من الجانب ده خالص، انا مش هتكلم في الحته دي مبدئيا كده. اللاعب عشان بس نتكلم في اصابته، هو يقعد شهر، هيقعد اسبوعين، هيقعد مش عارف ايه، ما تمش الاعلام من داخل النادي الاهلي عن حاجه، وده اللي انا شفته وسمعته من كل الناس اللي اتكلمت ومن ناس من داخل النادي الاهلي، ان ما تمش الاعلان اصلا عن الاصابه، هل هي تمزق ولا هي شد ولا هي ايه بالظبط في الـ في الـ في الضمه. محدش اعلن الاصابه هي قد ايه بالظبط ومدتها قد ايه، عشان بس محدش يطلع يقول لك لا ده هو الاصابه كذا. كله تكهنات، يعني الناس تتوقع وبتتكهن ان هي ممكن تكون كذا او كذا، هي في الضمه بس احنا مش عارفين هو مزق ولا شد. فبالتالي موضوع الشهر والاسبوعين والكلام ده كله الله اعلم، لما يطلع عندنا حد من مسؤولي النادي الاهلي من الجهاز الطبي يقول لنا الخبر فاحنا هنقوله. طيب، انا مش هتناول بقى قصه هو اتصاب، هو جاي مصاب ولا هو اتصاب في ملعب التدريب. الراجل نزل اتمرن، العقل كده والمنطق، خلونا بس ناخد الموضوع كده بالراحه. نزل لعب مده صغيره جدا، تمرينه فتره صغيره جدا، هو من البدايه هو بيقول هو يشعر بالاجهاد، يعني ما قالش ان هو مصاب، مش جاي مصاب، كان عنده شويه اجهاد. طيب، وبعدين نزل التمرينه شويه، حس ان هو مش قادر وحس باجهاد، فطلع وهم فضلوا ان هم رايحوه يعملوا له فحوصات، فاكتشفوا ان في مشكله في الضمه، وده اللي حصل. طيب، السؤال الاهم بقى بعيدا عن كل الحكايه دي، وتصفي الارض ولا الارض فيها حفر ولا الكلام اللي اتقال ده، نقلا عن معظم القنوات اللي انتوا بتتابعوها يعني، وانا برضو بتابعها. المهم في الموضوع، هل تاو كان هيلعب مباراه السوبر اصلا؟ هل الماتش الجاي بتاع النادي الاهلي كان مفترض ان تاو يظهر فيه؟ ده اللي كان هيحصل. طيب، هل اصابه تاو دي حاجه يعني كريتيكال قوي، يعني رباط صليبي مثلا، واحنا بقى هنقعد نعيط على فلوس اللاعب وده هيقعد له سنه ولا سنه ونص مش في الملاعب؟ يا جماعه الاصابه باذن الله، يعني ان كيس حتى لو هي مزق او قاطع في الضمه، ان شاء الله هي هتكون باذن الله مجرد شد من الاجهاد، ولكن ايا كان هي برده مش الاصابه العويصه اللي تخلينا نفضل نعيط ونعمل في بالونات هيليوم وتفرقع في وشنا في الاخر في على كل السوشيال ميديا. يعني الموضوع مش محتاج ده كله. كده كده احنا كلنا قلنا ايه يا موسيماني، ارجوك ما تغلطش غلطه بواليا، ان اللاعب يبقى كويس جدا وتجيبه وتنزله ارض الملعب فجاه هو لا عارف طريقه اللعب ولا منسجم مع زمايله ولا اي حاجه، والضغط اللي عليه اللي هيبقى من كل السوشيال ميديا، فما تغلطش الغلطه دي تاني. احنا كجمهور كنا بنقول كده، لجنه التخطيط كانت بتقول كده، كابتن بيبو الخطيب كان بيناشد موسيماني بكده، فبالتالي هو ما كانش هيلعب اصلا في الاساس اللي هو هينزل هتاخده من الطياره تحطه في الماتش يعني.
فاللاعب هيتصاب تمام الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. يعني خلصنا خلاص يا جماعه، هو ايه الافوره اللي انتوا فيها دي؟ موضوع مش محتاج كل الهايبر اللي حصل ده خالص. فاللي هيحصل ان هو هيتعالج بالراحه جدا وعلى اقل من مهله، وان شاء الله باذن الله الموضوع مش هيطول على ما يبتدي بعينه على الملعب يشوف الدنيا ماشيه ازاي وينزل ستيب باي ستيب كده حبه في اخر كل ماتش مثلا بعد العوده من اصابته اللي ان شاء الله هتبقى بسيطه وخلص الموضوع. ما تكبروش الموضوع يا جماعه، مش بلاش الايه الافواره دي، لان في ناس كتير قوي بتخش في النص تفضل تولع الدنيا على الفاضي. طيب عايز اتكلم على موضوع اجايه سريعا كده، موضوع انه هيروح يشتكي. انا كلمتكم في القصه بتاعت اجايه بالتفصيل وقلت لكم القوانين واللوائح بتقول ايه واحنا بنستند على ايه، ان ده قانون حاططه لنا اتحاد الكره المصري وفي اتحاد كره الدولي. طب احنا دلوقتي احنا عندنا الاتحاد المصري حاط ان عادي نحط لاعب اجنبي في قائمه الانتظار، واللوائح الدوليه بتقول ان ما فيش الكلام ده، من هنا لهنا قال لك في قائمه خضراء ومعتمد في دوله ايه وايه. بعدين عن القايمة الخضراء والقايمة الحمراء، نادي الأهلي مش بتاع بليلة. من الآخر أنا بسفش على حد والله، تكلم عفوية يعني، نادي الأهلي يعني مش بتاع كفتة، بلاش بليلة. هم عارفين هم بيعملوا إيه كويس قوي، وعندنا يعني لجنة على أعلى مستوى من الشؤون القانونية اللي أكيد فاهمة هي بتعمل إيه. نتمنى بإذن الله إن النادي الأهلي يبقى خطته زي ما أنا قلت لكم، إن هو بس بيقطع الطريق على الناديين اللي هم داخلين في صفقات النادي الأهلي بقوة، خصوصا بيراميدز. فهو ده كل هدفه، وان اعتقد ده اعتقاد مش معلومه، يعني بقول لكوش ان دي معلومه من احد المصادر، بقول لكم اعتقد ان جونيور اجايه في خلال الايام الجايه هيوقع لاحد الانديه اللي عايزاه داخل مصر. ده اعتقاد شخصي وليس معلومه. بالنسبه لموضوع بقى نادي بيراميدز اللي فعلا دخل في موضوع في صفقه شادي حسين بوظها على الاخير، افتكر ان هي كده وصلت للنهايه، بيعلي قوي عمال بيعلي، وسيراميكا كليوباترا قال لك انا عايز الفلوس يعني بالبلدي كده من الاخر. فبالتالي اعتقد النادي الاهلي في ظل المغالاه برده من سيراميكا كليوباترا مش هيكمل فيه موضوع الصفقه. ونفس الكلام في موضوع محمد بسام برضو، طلع الجيش عماله بتغلي قوي وبتزايد، والنادي الاهلي مش هيخش في المهاترات دي مع حد. خلاص اللاعب اللي انتوا هتعتبروه ميسي مثلا ولا هتعتبروه ان هو بيليه رقم 2 خليه بقى عندكم يخلل ويعتزل. فاعتقد دي سياسه النادي الاهلي. طلع علينا واحد برضو كده تعبان في دماغه على تويتر، قال لك بيراميدز يضرب وقوة لا يبالي، ده على خطى الكلام اللي احنا بنقوله يعني على كابتن بيبو، وخلص في صفقة محمود صابر ب 25 مليون وخطفها من النادي الاهلي. النادي الاهلي لو كان عايز يكمل في الصفقة كان كمل، ولكن هو برضو في ظل الاسعار اللي احنا بنسمعها وكده كده اصلا هو الحمد لله عامل صفقات سوبر، فهو اصلا تراجع عن صفقة محمود صابر، هو لا اتخطف ولا الكلام الفاضي ده حصل. سعد سمير باذن الله هيبقى في فيوتشر، كريم ندفد نفس الكلام إعارة برضو لفيوتشر، عودة أكرم توفيق من أكتر الأخبار اللي فرحتني أنا شخصيا، وأخيرا بن شرقي يقترب من الدوري الإماراتي. بشكركم، ثانك يو.